عملية اغتيال غامضة طالت أحد أبرز قيادات الحرس الثوري الإيراني صباح يوم أمس، وهذا الأمر اعترفت به إيران مباشرة ونشرت التفاصيل لما جرى بهذا الشكل الذي ترونه، بل إنهم نشروا أيضا صورة العقيد في الحرس الثوري الإيراني الذي قتل صباح يوم أمس، وهو طبعا داود جعفري. بل وهذا الرجل أيضا نشرت عنه تفاصيل بأنه من القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني. البارنز كانت قد وضحت بأن هذه القوة هي مختصة في مسألة صناعة الطائرات المسيرة، صناعة الصواريخ، وأيضا هي مختصة في الأقمار الصناعية. ما الذي جرى لهذا الرجل؟ التفاصيل التي نشرتها إيران أكدت بأنه كان متواجدا في العاصمة السورية دمشق، وبأنه كان في عربته الخاصة، وكان معه مرافقا يحمل الجنسية السورية، فجأة وبالقرب من منطقة السيدة زينب، كما جاءت في التفاصيل كانت هنالك عبوة بانتظار هذا الرجل، عبوة على الطريق، وانفجرت هذه العبوة وقتل مباشرة. وطبعا بالنسبة لإيران قالت بشكل واضح بأن إسرائيل هي التي تقف خلف هذه العملية، وبأنها عملية اغتيال مدبرة، في إشارة إلى أن الموساد الإسرائيلي هو الذي يقف خلف هذه العملية. وكانت هنالك صورة أساسا قد نشرت لهذه العربة التي طبعا ولهذه السيارة التي قتل بها هذا الرجل، كانت هنالك صورا كثيرة قد نشرت للعقيد داود جعفري، وهو موجود في حقيقة الأمر مع المرشد الأعلى، وهو يرحب، أو بالأحرى المرشد الأعلى الإيراني يرحب به بحفاوة بهذا الشكل الذي ترونه. وطبعا هذه الصورة هي تعود إلى عام 2016، حيث إن المرشد الأعلى كان في زيارة إلى القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، بسبب أنها تمكنت هذه القوة من عملية إلقاء القبض على عدد من عناصر المشاة البحرية الأمريكية في الخليج العربي بهذا الشكل وبهذه الطريقة. وهنا السؤال الذي يطرح: الرجل هو من القوة الجوفضائية، القوة الصاروخية، كيف له أن يكون موجودا في مسألة تكريم وزيارة كان يقوم بها المرشد الأعلى في عام 2016 في مسألة من المفترض ألا تكون له علاقة بها؟ كانت هنالك صورا، إذا ما حاولنا أن نحقق بها صورا أخرى لهذا الرجل، هذا هو داود جعفري في نفس الزيارة تحديدا، وسنلاحظ الشعار الذي يرتديه. دعونا نقترب من هذا الشعار. هذا الشعار أساسا هو شعار القوة الدفاع الجوية في الحرس الثوري الإيراني، وأساسا وكالة تسنيم الإيرانية كانت قد ذكرت وأكدت بأن هذا الرجل هو أساسا فعلا كان موجودا في هذا الحفل المتعلق تحديدا، أو التكريم الذي كان متعلق في إلقاء القبض على مشاة البحرية الأمريكية. وعلى هذا الأساس هو يوضح بأن هذا الرجل كانت له أهمية كبيرة جدا، وأن له أدوارا كبيرة للغاية بدأت في عام 2016، وكان الانتباه طبعا يذهب له. وإذا ما ألقينا نظرة أيضا على رتبة داود جعفري، سنلاحظ بأنه عبارة عن نقيب، هو لم يكن ضابطا كبيرا، هو ضابط صغير، ليس كما ذكرت إيران اليوم بأنه عقيد. ولكن نحن يجب أن نتذكر بأننا نتحدث عن عام 2016، وهذا يوضح بأن الرجل قد حقق تقدما كبيرا في الترقية الخاصة به في الحرس الثوري الإيراني. فيجب أن نفهم بأن هنالك نظاما في الترقية للحرس الثوري الإيراني، في كل 3 سنوات من الأشخاص والعناصر التي تعمل في الحرس الثوري الإيراني في مناطق العمليات، وأقصد هنا مثلا سوريا، تتم ترقيته مرتبة واحدة. وعلى هذا الأساس هو نقيب هنا كما نلاحظ. وبما أنه نقيب، فإننا إذا ما أخذنا هذه الإشارات أو الرتب الخاصة بالأمراء والضباط في حرس أو الحرس الثوري الإيراني، كما نلاحظ هو نقيبا، وبالتالي بعد 3 سنوات من عام 2019 هو يتحول إلى رائد حتى عام 2022، من المفترض أن يكون مقدما في الحرس الثوري الإيراني. ولكن لاحظ الأهمية التي يتمتع بها، وواضح أن عملية المشاة البحرية الأمريكية وغيرها من العمليات التي قد تكون غير معلنة مكنته من الوصول كعقيد للحرس الثوري الإيراني. مع ذلك الصورة التي نشرت له والتي كتبت عليها الشهيد داود جعفري كما نشرت اليوم توضح بأنه عميد عميد الحرس الثاني، وهذه مسألة مهمة يجب أن ننتبه إليها، بأن كل عنصر في الحرس الثوري الإيراني
يقتل بهذه الطريقة وتعتبره إيران شهيدا، أو حتى إن قتل وهو خارج البلاد وغيرها، أو قتل في داخل البلاد يتم ترقيته وتتم ترقيته إلى مرتبة أعلى، وبالتالي هذه الصورة بسهولة نستطيع أن نقول بأنها تم تصميمها بالفوتوشوب، وهذا أمر طبيعي، هو ليس خداع أبدا، هو تكريم تحصل عليه بسبب أهميته، وهذه طبعا توضح أهمية كبيرة جدا يتمتع بها هذا الرجل، وأن عملية الاغتيال لم تكن عادية أبدا. أيضا التوقيت وتوقيت الاغتيال ليس عاديا أبدا، هو يأتي بعد 7 أيام فقط من عملية خطيرة قادتها إيران. اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إيران بأنها هي كانت خلف هذه القضية، وهي عملية كانت قد قادتها، ودعونا هنا نأخذ الصورة، كانت قد وجهت مباشرة على ناقلة إسرائيلية كانت أمام السواحل العمانية، وتم استهدافها بطائرة مسيرة إيرانية كما أكد البيت الأبيض وكما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية. طائرة مسيرة إيرانية من نوع شاهد 136 هي التي تمكنت من ضرب هذه الناقلة، ناقلة النفط الإسرائيلية، بكل نجاح، لم يقتل أحد، لم يجرح أحد، ولكنهم وجدوا بأن هذا تطورا خطيرا وكبير. و طبعا الأسطول الأمريكي الخامس، الأسطول الخامس الأمريكي كان قد بدأ بتحقيقات منذ 15 نوفمبر، هذا الحادث قد تم في 15 نوفمبر، بدأ الأسطول الأمريكي الخامس بتحقيقات كبيرة عن الطائرة المسيرة، أين جاءت هذه الضربة وكيف جاءت هذه الضربة من أجل التأكد من هذه العملية، وهل فعلا إيران هي تقف خلف هذه المسألة. وطبعا بعد ذلك بعد هذه التحقيقات، وفي يوم 21 نوفمبر، أي قبل يوم فقط من عملية الاغتيال التي جاءت على داود جعفري، كان هنالك اجتماعا كما نلاحظ في البحرين، وكانت هنالك شخصيات موجودة هنا، والاجتماع كان فيه توضيح كبير جدا يأتي من الأسطول الأمريكية الخامس، والشخصيات الموجودة التي تلاحظونها هنا هو بريت ماجورك، وهذا الرجل هو مستشار الأمن القومي الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعه هنا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، وطبعا هم قالوا بأن الحديث عن الأمن في الخليج العربي وغيرها من هذه التفاصيل، ولكن إذا ما اقتربنا من هذه الشاشة قليلا سنلاحظ بأن إلى اليسار تأتي عددا من السفن الحربية الإيرانية وطبيعة التحركات التي تتمتع بها، والواضح جدا بأنهم تحصلوا على معلومات تأكيدية بحضور بريت ماجورك، بحضور مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، عن طبيعة هذه الضربة، والواضح بأنهم تأكدوا تماما بأن الضربة كانت قادمة مباشرة من إيران تجاه هذه الناقلة. وبالتالي في 22 نوفمبر، أي يوم أمس، قتل هذا الرجل كما اعترفت إيران، كل شيء مترابط. ما الذي يا ترى رأته إسرائيل ورآه بريت ماجورك في هذا الاجتماع الذي تم في البحرين؟ المثير بهذا الأمر بأن الأسطول الأمريكي الخامس يوم أمس في 5:30، لاحظ هو في الصباح قد اغتيل، في 5:30 نشر الأسطول الأمريكي الخامس كما تلاحظون التفاصيل كاملة لطائرة المسيرة الإيرانية التي استهدفت هذه الناقلة بصور حصرية، ووضحوا جميع القطع للطائرة المسيرة التي استهدفت هذه الناقلة، ووجدوا بأنها متطابقة تماما مع تصميم طائرة شاهد 136 المفخخة التي تلعب أدوارا كبيرة في الحرب الروسية الأوكرانية، وأكدوا بأن هذه الطائرة هي التي قامت بهذه الضربة. لاحظ هذه صور حصرية قد نشروها لطبيعة هذه الضربة، ونشروا ووضحوا بأن الضربة جاءت في مؤخرة السفينة هنا، لنقترب من هذه اللقطة، أن الضربة جاءت هنا تحديدا، وهذا ما قد يفسر الكثير لماذا لم يقتل أو يجرح أحد من هذه الضربة التي نتحدث عنها. وعلى هذا الأساس جاءت عملية اغتيال هذا الرجل. كل التوقيتات مرة أخرى هي مترابطة بشكل مثير. أيضا التوقيت وتوقيت اغتيال هذا الرجل هو أيضا يأتي مع حقيقة مهمة يجب أن ننتبه إليها. يوم أمس كان هنالك تطورا كبيرا، ألا وهو رفع إيران لتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو بنسبة 60%، أصبحوا يمتلكون منشأتين لتخصيب اليورانيوم تخصب بنسبة 60%، هي منشأة ناتانز ومنشأة فوردو. في نفس اليوم كان الإعلان حاضرا، والوكالة الدولية للطاقة الذرية كما تلاحظون هي أكدت هذه المسألة، وطبعا بحسب الفوكس نيوز الأمريكية بعد ذلك مباشرة، لاحظ التطورات السريعة،
أعلنت بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل سيقومون الأسبوع القادم بعملية محاكاة لضرب المفاعلات النووية الإيرانية، لأنهم بدأوا يجدون بأن القفزة القادمة لتخصيب اليورانيوم في إيران ستكون من 60% إلى 90%، أي يعني التخصيب إلى الدرجة التي تمكن إيران للوصول للقنبلة النووية. وهنا يجب أن ننتبه بأن مسألة هذه التدريبات هي لا تأتي فقط لضرب هذه المفاعلات، هذه التدريبات طبعا ليس واضحا، لم يوضحوا أين المنطقة، ولكن في العادة عندما يقوموا بتمرين على إيران هم يقومونها بهذه التمارين في البحر المتوسط، أي بما معنى بأنهم يحلقون في الاتجاه العكسي بنفس المسافة التي تتوازن تماما مع إيران. وبالتالي كما تحدثنا أن هذه التدريبات هي تأتي من أجل استهداف المفاعلات النووية. نحن نتحدث الآن عن فوردو وعن نتانز لأن التخصيب عالي للغاية، ولكن كما تحدثنا التدريبات لا تأتي فقط لضرب هذه المفاعلات وإنهائها، بل ما سيأتي بعد هذه الضربة، ما الذي ستفعله إيران بعد ذلك وردة الفعل الإيرانية؟ هم يعلمون تماما بأنها ستكون كبيرة للغاية إذا كانت من القوة الصاروخية التي تمتلكها إيران، الصواريخ البالستية أو حتى بالطائرات المسيرة التي تتمتع بها، حيث أنهم يتدربون على عملية الدفاع وعلى عملية أيضا بحسب ما نشرته الفوكس نيوز على مواجهة الفصائل المسلحة مثلا الموجودة في سوريا، أو ما ممكن أن يفعله حزب الله اللبناني بعد ضرب هذه المفاعلات النووية. وبالتالي هم يستعدون إلى ردة الفعل السريعة التي سيتعرضون لها بهذا الشكل. وسبق في مايو من هذا العام كانت هنالك تدريبات أطلقوا عليها عربات النار، تدربوا بنفس الطريقة وبنفس السيناريو على هذه المسألة، ولكن واضح قد نكون أمام تكتيكات جديدة. تدربوا تماما على وجود القيادة المركزية الأمريكية والقوات الأمريكية مع الإسرائيليين يساعدونهم في مسألة التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة وما ممكن أن تقوم به الفصائل المسلحة من أجل حماية المنطقة تماما كما هم يريدون. وبالتالي تعاون كبير يكون دفاعي حتى لحظة إيقاف إطلاق النار، وهم يكون في ذلك الوقت قد دمروا تماما البنية التحتية للمفاعلات النووية. واضح جدا نحن أمام عمليات ردع كبيرة، عمليات تهديد كبيرة، وفي نفس الوقت الأسئلة التي تطرح هنا ما الذي سيحدث؟ كيف ستتغير الظروف؟ وهل إيران سترد على ما جرى لهذا العقيد الإيراني في سوريا كما طبعا اعترفت إيران؟